حياكم الله. تلم جناطك تروح المطار، بالذات المطار، تروح المطار كاونتر الخطوط الجوية اللي انت بتسافر عليها، تحط جناطك، تاخذ هاند باج سامسونايت، تروح حق الجوازات. طبعا بعض الدول احنا نسافر لها الحين بالبطاقة، بطاقة او جواز. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعطي البطاقة او تعطي الجواز، طق على الكمبيوتر، ما ابي اتفاول على نفسي بس اخ عبد المحسن عليك من السفر. مع تواصل موسم السفر تظهر العديد من المشكلات الطارئة بالنسبة لعدد من المسافرين، تتمثل في وجود منع سفر مما قد يؤدي إلى مشكلات أكبر أو خسائر مادية ومعنوية جسيمة. طبعا لهذا السبب مشاهدينا ينبغي أن تتوافر الثقافة القانونية اللازمة للتعامل مع هذه الحالة أو مثل هذه الحالات التي تتمثل في المعرفة المسبقة والتأكد الضروري لتجنب هذه المواقف. معنا اليوم في هذه الحلقة ضيفتنا المحامية الأستاذة بشرى الهندال، تعرفنا أكثر على موضوع منع السفر. حياك الله استاذه بشرى. حياكم الله، صباحكم الله بالخير. يا هلا فيك. ايش رايك في المشهد التمثيلي الخيالي المقدمه اللي قلتها؟ اكيد صارت فيك ابو فهد. انا للامانه صارت معي اخر مره في الحج العام. يمكن قلناها لك، قلت لها لك قبل شوي وطلعت المساله، خلاص خلصت جناطي واغراضي وهذا ورايح للجوازات. طبعا السعوديه دول المجلس التعاون والبطاقه، اعطيت البطاقه من السفر سلامات عسى ما شر. اتضح ان شركه هواتف ومبلغ بسيط 100 دينار. يعني هذا القلق والتوتر اللي يعيشه. لما تقولين انت صارت معي، نعم صارت معي. خلينا نقول تعريف منع السفر واسبابه. طبعا هو منع السفر اجراء يتخذه الدائن قبل المدين، يعني يخشى ان هذا المدين لا سمح الله يسافر ويطلع من الديرة وما يرجع، فهو من حقه أن يقوم بعمل منع السفر. طبعا الناس تتوقع أن منع السفر يتم اتخاذه بعد الحصول على أحكام، بينما الإجراءات المتبعة في المحكمة طبعا الناس القانونية تعرفها. مثلا أنا شخص أطالبه بمبالغ، عندي إقرار مديونية، كمبيالة، عقد، تشيك، اتفاق بيني وبينه يثبت المديونية هذه، أنا طبعا راح أرفع دعوة مدنية أو تجارية أطالبة في المبالغ. ولكن علشان أنا أخاف أن يسافر من الديرة وما يرجع، شو أسوي؟ أقدم عريضة إلى مدير إدارة التنفيذ وأطلب منه عمل إجراء منع السفر خلال 7 أيام. يعني اليوم أنا قدمت العريضة وتم قبولها، خلال 7 أيام أرفع دعوة موضوعية للمطالبة بالدين المطلوب. طبعا الناس تتوقع انه لا، اذا انا كان بس اذا كان في حكم على الشخص ومن ضمن الاجراءات المتخذه على الشخص مثلا ضبط احضار، منع السفر، عمل حجز بنوك، امر اداء، اي نعم، الامور هذه تقدر تسوي منع السفر. لكن لا، احنا نقدر ان نسوي منع السفر اذا كانت هناك اشياء تثبت المديونيه، مثل امر الاداء واقرار الدين اللي تكلمنا عنه. استاذه بشرى، شلون يتم منع المدين من السفر؟ يعني شنو الاجراء اللي يتم لمنع من السفر؟ اي نعم، طبعا المدين منع السفر احنا متى نتخذه؟ مثل ما قلت لك، اذا كان اليوم انا تحصلت على حكم، حكم احوال شخصيه، حكم تجاري، حكم مدني، اقدر اتخذ من الاجراءات المتبعه في اداره التنفيذ منع السفر. نعم. لكن استطيع اني انا اسبقه اذا عندي ما يثبت الدين وخوفا من فراره وسفره من البلاد، اقوم بعمل منع السفر. طبعا منع السفر هو اجراء يتخذ في اداره التنفيذ، اني اقدم امر عريضه عند قاضي او مدير اداره التنفيذ واطلب عمل اجراء وقف الشخص من السفر، وفي قسم في اداره التنفيذ الخاص في منع السفر. اما اذا كانت قضيه متداوله ام بعد في المحكمه، بعد على حصولي على حكم نهائي اقوم بعمل اجراءات التنفيذ، فتح ملف التنفيذ واعلان الطرف المدين، وبعد ذلك عمل، يعني هذا يعتبر اجراء من الاجراءات اني انا بحفظ فيها حقي. نعم. طيب انا اللي باخذ موضوع ال7 أيام هذه اللي بعدها يصدر منع السفر. نعم. فرضا لو الأشياء اللي قدمت اتضح بعد منع السفر وهذا الإنسان تضرر ماديا، اللي منع من السفر تضرر ماديا، اتضح أنه في
سداد أو تسوية مع هذه الشركة أو مع هذا الشخص. شنو المردود اللي بالنسبة لي أنا كشخص منعت من السفر وأنا أساسا كان عندي أمر أداء سويت تسوية معهم؟ أي نعم. طبعا اللي إذا كانت هناك تسوية والدائن يعني خلص قبل التسوية هذه لابد أنه يقر أمام إدارة التنفيذ اللي اتخذت الإجراء، يقر أمامهم بأني أنا خلص أوقف الإجراء لأن هناك تسوية، ويقر كتابة بالتسوية. أو مثلا الشخص يعني هو الإجراء لما يتخذ إنزين إدارة التنفيذ بتشيك المبالغ مدفوعة ولا مو مدفوعة، يعني ما تسوي إجراء مني والطريج، هي لازم إدارة التنفيذ تتأكد الإجراء متبع ولا لا. فإذا تنازل الدائن أوكي، أم أو أن مثلا المدين يقوم بسداد المبالغ، إذا سدد المبالغ انتهت المشكلة، ماكو خلاص ترفع إجراء بنفس اللحظة يتم رفع الإجراء. أحيانا يصير مثلا مثل ما قلت أبو فهد بداية الموضوع، أن مثلا اليوم أمر أداء صدر على شخص أمر أداء وتفاجأ راح المطار ولقى عليه منع السفر، ويقول أنا ما في بيني وبين أي واحد قضايا، مجرد أن في مثلا شركة من الشركات طالبني مبلغ بسيط. هي الشركة ما قدرت يعني مثلا ما اتخذت هذا الإجراء إلا يسبقها أمر أداء، وكان المفروض هناك في إعلان. فالشخص إذا لقى أن في بطلان في الإعلان ويستطيع أن يتظلم من أمر الأداء يقدر يتظلم ويرفع هذا الإجراء أو يسدد المبلغ في المحكمة أو بالمحكمة أو بالمطار نفسه ويسافر وبعد ذلك يسوي تظلم. نعم. أستاذة بشرى، شنو الجهات اللي يعني مكلفة بإصدار منع السفر، وهل يصدر على الجنح أم على الجنايات؟ طبعا منع السفر يعني هو مو بس مشروط في قضايا التجارية والمدنية والأحوال الشخصية، أيضا في قضايا الجنح والجنايات. طبعا بالجنح الإدارة العامة للتحقيقات هي اللي تضع منع السفر، والجنايات النيابة العامة. طبعا مو في كل القضايا، القضايا اللي فيها الصالح العام وأمن البلاد، والقضايا اللي فيها مطالبات مالية، يعني مثلا واحد رافع مثلا خيانة أمانة على شخص انزين او نصب واحتيال، هذه فيها مبالغ لانه هو يخشى انه ياخذ المبالغ ويسافر. صح. بالتالي الاجراءات المتبعه في التحقيقات راح تقوم بعمل منع السفر للشخص هذا. هل هي مقصوره على المطالبات المدنيه التجاريه تشمل ايضا الاحوال الشخصيه؟ طبعا منع السفر بالنسبة للأحوال الشخصية ما نقدر نقول مثل المطالبات اللي هي فيها إقرار مديونية والأمور هذه. الأحوال الشخصية بعد صدور الحكم، يعني بعد ما يصدر الحكم في الأحوال الشخصية تستطيع الطرف الثاني أن تقوم بالإجراءات. طبعا بالنسبة لنفقات الأبناء والنفقات الزوجية هذه واجبة التنفيذ مجرد صدور حكم محكمة أول درجة، يعني تستطيع الزوجة أن تقوم بعمل الإجراءات اللي هي منع السفر، ضبط وإحضار، حجز مال المدينة لدى الغير، يعني البنوك، حجز الراتب، تقدر تتخذ الإجراءات. أما باقي المطالبات مثل الأجور، أجرة الخادمة، السيارة، المسكن، هذه ما تستطيع عمل إجراءات إلا بعد حصولها على حكم نهائي من محكمة الاستئناف. نعم. طيب أستاذ، شنو الشروط اللي تنطبق عليها يعني أو لازم تتوافر علشان يتم منع السفر؟ ليش يتم على ساعات مبالغ بسيطة جدا مثل ما ذكرت هو عبد المحسن، نكون مبلغ صغير جدا لا يستدعي إجراء مثل هذا؟ وسمعنا قبل شوي سمعت الأستاذ أن 5 دنانير. أيه؟ معقولة 5 دنانير؟ هو مجرد وجود المديونية يعني حق للدائن أنه يقوم بعمل الإجراء المتخذ، يعني هو مثلا هذا الشخص مثلا ما يقدر يتوصل له، ما يبي يسوي له ضبط وإحضار، شيك على البنوك ما لقى في حسابه فلوس، حاول. طبعا احنا المطالبات المدنيه والتجاريه احنا ما نقدر نسوي له حجز راتب، يختلف عن الاحوال الشخصيه، يعني في اجراءات تختلف عن الثانيه من قضيه لاخرى. في الاحوال الشخصيه ممكن يكون في حجز الراتب، ولكن القضايا المدنيه والتجاريه ما نقدر نسوي حجز الراتب. فشنو الطريق اللي قدامه؟ ان انا اعلنه بامر الاداء او بحكم المحكمه واسوي عليه منع سفر، وخصوصا اذا كان هو يعلم بان هذا الشخص دائم السفر وعلى طول يسافر، فيعرف انه يقدر يصيده بالسفر. ففي ناس بالمطار يدفعون ويسافرون، وفي ناس لا يرجعون بيوتهم اذا كان المبلغ كبير ويتظلمون، او مثلا يرجعون المحكمه يشوفون شو السالفه ويدفع في المحكمه مثلا. نعم. على سبيل المثال لما اقول انا 5 دنانير، هذه يمكن سمعتيها قبل شوي، احنا في الاستراحة شخص مو في المطار، الحدود البرية يعني، شخص مع اهله وكذا ومنع سفر و5 دنانير
نعم. يعني يمكن لما هو اتصل على احد اخوانه هو راح للمطار وسددها وسقطت بعدها بساعه قدر يسافر، لكن لو شخص مثلا طبعا ابو فهد يعني هي هو لما الشخص يحط منع السفر عنده اسباب وشروط معينه انه يكون هذا الدين حال للاداء يعني ما في تاريخ مثلا بعدين استحق. ان الحين خلاص مستحق الاداء الحين. ثانيا هو يخشى من فرار الطرف الثاني، يقول يمكن يسافر من برا البلاد، وخصوصا اذا لقى الطرف الثاني قاعد يصفي حساباته، يبيع سيارته، يبيع بيته، يسفر عياله واهله قبل يعني في حالات اي فيقول شنو، يقول هذا قاعد يسوي تصفيه لشركته لبيته يسفر عياله هذا معناه بيسافر صحيح. زين فمن حقه انه يضع هذا الـ 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 الاجراء علشان يمنعه من السفر. وشيء ثاني في ناس عندهم فلوس بس ما يبون يدفعون، فاليوم لازم اثبت للمحكمه ايضا ان هذا ميسور الحال وعنده مبالغ، لازم هالكل هالامور اقدمها للمحكمه عشان يتم المنع. نعم. استاذه متى يرفع منع السفر عن المدين دون الرجوع للدائن؟ طبعا اذا كان المدين مثلا عنده يعني ظروف في البيت، مثلا عنده مرافق مريض او هو يكون مريض ومحتاج للعلاج في الخارج، يتقدم بطلب الى مدير اداره التنفيذ ويطلب منه رفع الاجراء مؤقت لمن يرجع من السفر. طبعا هو مو كلام شفوي، لازم يقدمه لمدير التنفيذ، لازم يقدم مستندات واثباتات بالفعل تقرير طبي وما يثبت مرافقته للمريض او حالته هو الصحيه. بالتالي مدير التنفيذ مضطر انه يرفع هذا الاجراء طبعا مؤقتا لما يرجع من السفر ويتم ارجاع ويرجع الاجراء. اي نعم. هذا يمكن للمواطنين فقط علامه استفهام؟ حتى المقيمين بس انه يعني اهم بعد المحكمه اداره التنفيذ احيانا تطلب منه انه مثلا يجيب شخص مثلا ميسور الحال يكفله، يكون هناك في كفاله من شخص من بنك يحاول. طبعا هذا سلطه تقديريه للمحكمه فهي تشوف اذا مواطن مرده بيرد ديرته بيرد الدير هذا، لكن اذا مو مواطن ممكن تطلب كفيل، هو بنك هو شخص عادي ممكن المحكمه تطلب كفيل. اي نعم. نعم. طيب متى يحق له التظلم ضد هذا الاجراء؟ اي نعم. طبعا اذا انا اليوم مثلا سويت الامر امام مدير التنفيذ وقدمت المنع السفر بالتظلم العادي، عندي 10 ايام من علمي بالمنع هذا اقدر اتظلم 10 ايام. اما اذا كانت دعوه مصدوره امام المحكمه لابد انه يرفع دعوه تسمى تظلم من منع السفر، يرفعها في المحكمه ويتظلم. يقول مثلا ان انا ما وصل لي الاعلان، اذا بالفعل في بطلان بالاعلان لان في امر اداء وفي قضايا متداوله في المحكمه، فيقول مثلا ان انا سبب التظلم ان انا مثلا ما تم اعلاني شكليا في الدعوه. او يعطي الاسباب اللي موجوده عنده، مثلا يقول ان انا عندي ظروف ان انا ما اقدر اسدد، يقدم للمحكمه الظروف اللي موجوده فيقدر انه مثلا يتظلم امام المحكمه. في بعض الاشخاص مثلا هو اساسا مقدم امام قاضي التنفيذ ان انا مثلا راح التزم بسداد المبالغ وارجو ان مثلا المحكمه ترفع عني الضبط والاحضار وباقي الاجراءات واني انا ملتزم بتقسيط المبالغ، وبالفعل يقوم بتقسيط المبالغ، ولكن المحكمة ما تقدر ترفع منع السفر إذا كان صادر حكم. ما تقدر ترفعه إلا بالسبب الوحيد اللي قلناه قبل شوي، إذا كان عنده حالة مرضية. بالتالي الشخص هذا راح يرفع دعوة أمام المحكمة ويقول أنا قاعد أقصد المبالغ وملتزم بالتقسيط وأنا أتعهد للمحكمة لما أرجع راح أكمل المبالغ. فتكون هناك سلطة تقديرية للمحكمة ترفع الإجراء من عدمه. نعم. وإحنا أيضا نوجه بدورنا رسالة لكل من ينوي السفر حتى من غير ما تنوي السفر، وزارة العدل موجودة، مكاتبها موجودة، أفرحها موجودة في المحافظات، بامكانك ان انت من خلال بطاقتك المدنيه انت بتسافر انت او عائلتك تقدر ان انت تشيك وتبحث على الاسم، لا سمح الله قد يظهر لك شيء انت ما تعلم عنه او تكون ناسي. في الختام مشاهدينا كل الشكر لضيفتنا المحاميه الاستاذه بشرى الهندال، شكرا لك. الله يسلمك، يعطيكم العافيه. يعطيك العافيه. مشاهدينا راح ننتقل معكم الى زميلنا نجيب القحطاني، صبح عليه بالخير ونشوف وين موقعه هذا الصباح.